Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men vela. Eyyuhal ikhvetul müşehidun, eyyatuhal ekhvetul müşehidat fi kulli mekan. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ahlen ve merhaban bikum fi halkatin cedide ve liqain cedidin mutecedded. Neruddu fihi ala esiletikum leti teridu ileyna ve minha. Ma hukmut te'min alel hayah? وما حكم العمل في مكان يعمل في هذا المجال؟ تقرر عند الفقهاء أنه إنما ينكر المتفق عليه كشرب الخمر، كأكل الخنزير، كترك الصلاة ونحو ذلك، ولا ينكر المختلف فيه الذي اختلفت فيه الأئمة، فقال بعضهم إنه حرام وقال بعضهم إنه حلال، يجوز للمسلم أن يفعله لأنه مختلف فيه، لأنه على الظن وليس على القطع. والتأمين على الحياة اختلفت فيه أوجه الناس. كان الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله تعالى، وهو من العلماء الأتقياء النجباء، كان يبيح التأمين على الحياة، وكان الشيخ محمد أبو زهرة يحرم ذلك، وجاء الشيخ نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية فأباحه، وهناك بعض المجامع أباحته وبعض المجامع حرمته. إذن هذا الموضوع فيه خلاف بين العلماء، ينشأ الخلاف في تكييفه. ما هو هذه مسألة جديدة لم تكن موجودة في الفقه الإسلامي، كيف نكيفها؟ هل هي عقد؟ هل العقد فقد ركنه؟ هل هي معاملة جديدة واستوفت أركانها ورتبت الخير على أفرادها؟ هل هو نوع من التبرع من الجهتين؟ كلام كثير ووجهات نظر تتقلب، حتى إن كثيرا من العلماء يقولون بالحل مرة ثم يقولون بالحرمة مرة ثم يعودون فيقولون بالحل مرة أخرى. إذن المسألة جديدة، محيرة، ملتبسة، اختلف فيها العلماء. إذن لا ينكر أحدنا على أخيه إذا وجده يبيع وسائق تأمين على الحياة. إذا كان هو يرى أنها حرام فلا يفعلها، ولكن لا ينهى هذا. وإذا كان الشخص يعمل فيها فعليه ألا يسأل، بل يعمل لأنها محل خلاف. لو كان يعمل في مصنع خمرة أقول له أخرج فورا. لو كان يعمل في تعبئة الحشيش والمخدرات للناس لقلت له أخرج فورا. لو كان يشتغل بالنشل والسرقة لقلت له أخرج فورا. حتى لو قال لي إنني سأجوع ولا أجد وظيفة أخرى أخرج فورا، لأن هذه حدود وحرام. لكن الشيء المختلف فيه لا نستطيع أن نقول ذلك، ولا نستطيع أن نتحمل تبعة ذلك لوجه الله ولمرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا التأمين على الحياة محل خلاف كبير، وهو من قبيل الظن ليس قطع، وأيضا هو ما دام كذلك يجوز الهجوم عليه ولا ينكر من يفعل ذلك. وعلى ذلك فإن من يعمل في شركة كهذه الشركات فإنه لا ينكر عليه ويستمر في عمله، وماله الذي يأخذه طيب حلال. حاول المسلمون أن يخرجوا من هذا بإنشاء كيفية جديدة مختلفة عن التقليدي، هذا كله في التأمين على الحياة التقليدي. فهل هناك فرصة أخرى؟ نعم، هناك بقى التأمين التكافلي كما يقولون عليه. نشأت شركات كثيرة تحاول أن تبعد عن شبهة التأمين التقليدي إلى صيغة جديدة تكون بعيدة عن الملاحظات والمؤاخذات التي أخذها العلماء على الصيغة القديمة. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.